porte-parole pour un dernier mot, et après on va aller vers la séance pour partir. Je vous laisse la parole, monsieur Paris et monsieur Paris. أول تشكركم على الاستضافة وأشرف عبد ربي نتشرف من شباب شغوفين لمعرفة خبايا الرياضة وكرة القدم خاصة. احنا رانا الإشارة في أي وقت أردتم أن تعرفون شيئا عن الرياضة أو كرة القدم أو خبايا كرة القدم فأنا موجود الحمد لله. فالمهام ديالي دائما نرجع إلى المغرب أصلا كان لمساعدة الشباب المغاربة كمكون لأطور إن شاء الله في المستقبل ولا كمدرب للمدربين الفئات السنية وهذا الشيء كله كنديرو في سبيل الله. فكنتمنى نكون دائما في حسن الظن ديالكم وأنا رانا إشارتكم أينما أردتم في أي موضوع رياضي أنا موجود مرحبا وكنتمنى لكم مسيرة موفقة في مسيرتكم إن شاء الله المهنية ودائما الفضول كبرى من الناس اللي ينجحوا ما كينجحوش بار اكسيدون ولكن كينجحوا لانهم طاروا في العمل ديالهم وتناساو الروح الذاتيه فكروا في المستقبل ديالهم لان اللو قصير ولكن الحياه طويله. فهذا الانسان دائما يكون شغوف بالعمل ديالو مامن بداك الشيء اللي يدير به. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الانسان الذي نجح هو يعني كيضربوه من الوراء يعرف راسو راه ناجح. Il faut penser toujours à venir, toujours devant. Allah subhanahu wa ta'ala, ويفني العمل ديالو الله سبحانه وتعالى ما تحيدش لي الرزق ديالو وشكرا مره